للأسف. أثناء تواجدنا في المستشفى الميداني الذي بنته الإمارات للمتضررين الفلسطينيين، وإذ بنا نتفاجأ، أول مرة أعلن عن هذا الشيء أو أقوله عفوا، إذ بنا نتفاجأ أن أحدا من الأخوان المسلمين وأقصد حماس قام بالتحرش بالطائرات الإسرائيلية بصواريخ محلية الصنع من نفس الموقع الذي كنا فيه مستشفى الميداني، وقامت الطائرات الإسرائيلية بالرد على القصف من الموقع الذي كنا متواجدين فيه. فهذا يبين لكم خبث نوايا هذه الجماعة والتضحية بنا لكي يقولوا للعالم أن الطرف الآخر العدو يستهدف المساعدات الإنسانية، لكن القدر والطعن والخيانة أتتنا منهم.